السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير والعافية خير وفي تمام الصحة والعافية. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، اليوم غادي نخدم معكم التدراس، نكمل معكم يعني قفيطين نديشو معكم. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي له التدراس، نخدم معكم هذه الطريقة هذه ديال التدراس. أنا هنايا بيالله بديت، من هنا باقي غادي نسنن معكم هنايا، وهنا غادي نخدم معكم كيفاش تخدموا هاد الأقواس هادو باش يجيوكم واقفين. هنا هذه الخدمه ديالي اللي كنت وريتها لكم، وكنت وريتكم كذلك طريقه الخدمه ديالها في فيديو اخر ان شاء الله. وبحول الله غنعاود نخدم معكم هذا نص الطوق كيفاش كنخدموا، يعني ملي كيتحل هكا كيجينا نص الطوق، وملي كنعاود نجمعو كتجينا الخدمه تقريبا هي هذه كانت تجينا نفس لكم، يعني ما ساعدنيش الوقت. حاليا نخدم معكم التدراس ان شاء الله، فيديو قادم ان شاء الله غنعاود نخدم معكم نص الطوق كيفاش كتجي. هنا غادي نبدا معكم، هنا كتكون عندي 4 ديال الضربات في الثوب، هنا عندي 2 ديال العيون، ها وحده ها الثانيه. هنا غنخلي قيس ضربه في الثوب وغنضرب في الثانيه، نطلع الثوب الخيط ديالي، نحاول نخلي هاد الخيط هذا مرخوف باش غنحبك عليه، عاد كنزير هاد الضريبه هادي ونعاود نرجع في هاد العين الثانيه ونزير هاد الضربه، نخلي هاد الخيط مرخوف. وهنا غنبدا نحبك، غنبدا نطلع الخيط من الوسط هنايا ونطلع هنا، هنا غنحبك غير بشويه يعني ما غاديش نزير. بسم الله اجوج ستة، ديرو شي 7 ديال الحبكات واكثر. دوري هنا نضرب هاد الضريبه في الثوب، نزيرها، غنرجع في نفس الضربه ها هي، ندير فيها عاوتاني خيط اخر. نتوما نخلي هاد الخيط مرخوف وغنعاود نحبك عليه من الفوق. هنا هاد الضريبه التحتانيين نحاولو نخليهم مرخوفين هكا، وصبعي دائما تحت الخدمه هكا باش ما تحلش ليا اولا ما تدورش الخدمه، يعني ما ترجوش صبعكم غادي تدور الخدمه وترد يعني تعطيكم بالكفه. هكا نتمنى الفيديو يكون واضح. نشوف هكا نكملو، يعني تنتبع دوك 7 ديال الحبكات اللي حبكت، تنحبك عليهم 7 اخرين. ريا غنضربها هنايا باش تجيني الخدمة ديالي هي هاديك متقونة. هانتوما كنزير، غنضرب ضريبة في الثوب، هنا نعاود نضرب في نفس الضربة ثبت فيها الحبر ديالي، وغنرجع في نفس العين هاي، غنرجع في نفس هاد العين هادي، نديرو خيط اخر. شوفو معايا، انا غنعاود نخليه مرخوف، انا تركزو معايا باش نديرو القوس الفوقاني. غنبداو هنا، بسم الله، واحد جوج، هنا كنحاول نزيرو، وها التالت، ها الرابع. ركزوا معايا هنا، بعد ما كنضرب 4 ديال الحبكات، يعني بقى قلبات لي الخدمه ديالي دارت نعاود نردها هنا 4 ديال الحبكات. من بعد 4 ديال الحبكات غندوز عاوتاني هنا، ها واحد، ها جوج، ثلاثة، ها أربعة. الرابعة ديال الحبكات هنا كديروا فيها باش تنزكي الخدمه ديالنا، ها هي. شوفوا هنا غنعاود نحبك عليها، حبك بنفس الطريقه، 4 5 6 7
8 وانا هابطه وغنرجع ندور، غنرجع ندور لهنايا نطلع من هاد الحبكه هذه. باش غندير عاوتاني القوس الثاني، هنا غنبدا نحبك بنفس الطريقه، وانا كنزير هاد المره عكس المره اللي فاتت كنت كنرخف غير باش منين بغي نهز الخيط ما يمحنيش. نتوما الثالثه تقريبا غيجيونا 8 ديال الحبكات، لان ديجا حبكت 8 لتحت فغيجيوني ثاني 8 هنايا، هنا 5 هنا 6 7 8 وغنضرب هنا نثبت بها الحبكه ديالي. هانتوما شوف كيفاش تجي، غنكمل الحبك ديالي هنا، الحبك هذا الشيء اللي بقى ليا الرابعه، وغنضرب هذه باش نزكي بها الخيط، وغادي نضرب في الثوب. شوفوا معايا كيفاش كتجي، كتجي غزاله هكا. هانتوما انا هنا غيبان لكم بانني مكبره هذا القوس الفوقي، انا اللي شفتو الخدمه ديالي راه متعمده من قبل انني ندير القوس هاد جوج اقواس صغار وندير هذا القوس. وكنتمنى الفيديو يعني يكون واضح لكم، وغنكمل بنفس الطريقه يعني غادي نكمل، غادي نضرب عاوتاني ضريبه هنايا، نخلي ضربه ونضرب في الثانيه هكا، وانا غادي كنكمل معكم. وانتوما يعني بغيتو تعاودوا كتعاودوا الفيديو من الاول، وغادي تكملوا تتبعوا يعني ليكون شويه واضح، يكون اوضح باش يوضح لكم مزيان الخدمه كيفاش كتجي. يمكن هاد اللون في اللون ما واضحش هكا، بنفس الطريقه حتى غنكمل وانا نخدم معكم هاد السنينات هادو، ونكون كيفاش كنخدموا هاد السنينات. هانتوما انا كملت هذيك الضريبات اللي بقاو ليا، وغنبدا معكم هنايا واحد التضراس، غنبدا معكم سنينات كيفاش ديروا اليوم من البدايه. غنبداو هنايا من الاول، غنبداو بسم الله، غنكونوا مثبتين الخيط ديالنا هنايا في ديك العوينه اللي كتبقى لينا الوسط، نثبتوا فيها الخيط، ضروري نثبتوا فيها الخيط، وتجينا واحد العوينه هنا الوسط ها هي شفتوها. كنتمنى انه الفيديو يكون واضح. هنا هاد العوينه هادي غنطلعوا فيها هكا، ركزوا معايا شوفوا كيفاش الخيط لهاد الجهه. هانتوما هنا هي البرة طلعتها من هنا، غنلوي جوج لويات، ها وحده ها جوج لوي الخيط، جوج ديال اللويات. هانتوما نعاود معاكم، هانتوما الخيط اللي برا لهاد الجهه والخيط لهاد الجهه، هنا غادي نشد الخيط وغنلوي على البرة ها وحده ها جوج، وغنطلع غنطلع وانا كنزير. هانتوما شوف كيفاش كتجيني بحال شكل سنينه هنا باش تسنن. غنعاود نضرب هنا هاد الخويه هادي شفتوها، غنعاود نطلع فيها هنا، الخيط راه الوسط شوفوا، انا دايره دائره هنايا، غنطلع من هنا وغندور لهاد الجهه باش تجيني سنينه. نتمنى انها تكون وضحت لكم. شوفوا هنا الا بغيتو نتوما يعني يجيكم دوك سنينات، يعني نتوما يجيكم هكا رقاق تخدموا يعني الخيط، برموا على جوج ديال الزغبات اولا جوج ديال الشعرات. انا هنا برمى الخيط على ثلاثه ديال الشعرات، يعني ان على جوج شعرات يعني تيكون تيكرفسكم شويه، ضروري غيكرفسكم مع الخدمه. هنا غنضرب في هذا الثاني هي بانوا لكم وحده ضرب عاوتاني هكا، هنا ما غاديش ننقز يعني نضرب وحده اخرى، ها هو هذا الخيط هذا، غنعاود نطلع منه هكا، نطلع منه البره ولوج لويات واحد جوج، وانا نطلع وكنزير. غنعاود نطلع في الخيط ديالي الجهه ما كيبان لكمش الخيط، ها نتوما دائره لهاد الجهه، وغنطلع من الوسط، ومني غدير هكا غندور
غندور باش هي نتوما باش كتجيني سنينه باش تجيني هذه مسننه. انا شدات ليا في اختها ها نتوما نحاول ندير لها هكا هاي نحاولوا نزيرو حنا كنشدو بيدينا هكا وكنزيرو. شجت لكم الا درتو الخيط على جوج ديال الزغبات غادي يكرفسكم شويه يعني ملي غتبغوا تزيرو غادي تقطع. نضرب عاوتاني هنا عندي جوج مقاربين غنفوت وحده ونضرب وحده هانتوما نعاود معكم هنطلعوا من هنايا ونلوج اللويات ونطلع. ملي كتطلع راه كتبان لك الهبطه ديالك يعني هبطت يعني الخدمه ديالكم هكا وقفات وكنعاودوا ندورو هكا. يا راه ساهله ما فيها حتى شي تعقيدات يعني راه ساهله بزاف. نطلع هكا ما ننساش عاوتاني واحد الاخت حطت لي واحد التعليق في اخر فيديو خدمته معكم ديال راندا طلبت مني يعني الحنه ديال الخدامك باش تيتخدموا ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا غادي نسول ان شاء الله الناس يعني الناس اللي في المهنه بشحال باش كيخدموا وغادي نخلي لكم ان شاء الله كل خدمه والثمن ديالها. كذلك اللي بغات تخدم يعني تاخذ هكا خدمه ديالها تخدم للناس ممكن. انا راه ماشي حريفيه كنقولها لكم في كل فيديو انا ماشي حريفيه ماشي معلمه ديال الراندا فقط انا كذلك متعلمه بحالي بحال اي بنت بحالي بحال اي امراه ولا اي بنت باغا تتعلم للراندا كتعلم ليها هكا كهوايه فقط. ممكن تخدموا هكا زين تخدموا هذا القفطان خدمه واحد السيده من العائله الله غادي ندير لكم الفيديو اللي بغات هذيك الاخت ما عقلتش على السميه ديالها ولكن ان شاء الله نهار غادي ندير نهار غادي نصايب لكم الفيديو ان شاء الله ونخليه لكم. بنفس الطريقه كنعاودو نضرب نطلع هنايا ونطلع هنا وانا غاديه. الخدمه ديال راندا تكون شويه صعيبه علاش انا كيكون فيها التركيز خاصك ضروري تكوني مركزه مع الخدمه ديالك يعني كتكوني جالسه واحد الجلسه ماشي مريحه يعني قد ما عطيتي في الخدمه ديال الراندا قد ما كتوفيش حق يعني اللي كيخدم ليك. وغنعاود نطلع هنايا نضرب جوج هنا نطلع ندوي جوج لويات هاكا ندور ها هي الخدمه راه واضحه باينه وسهله يعني ماشي شي حاجه اللي معقده ولا معنكشه. نزيرو هنا وهنا نطلعوا من هذا الخيط. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح لكم اي حاجه ما وضحتش لكم ما وضحتش لكم شي حاجه التصوير ديالي راه يعني راه عندي شويه نقص في التصوير ان شاء الله دابا تيسر الامور ونقاد هذا المشكل هذا نحلو ان شاء الله يا ربي. الا كان مثلا بغيتو اي خدمه كيف ما كنقول لكم يعني خصكم انا اي خدمه بغيتوها انا نخدمها معكم ما عنديش مشكل نخدمها معكم هكا واخا في الطريف ديال التوب ماشي بالضروره نخدمها معكم في قفطان. بغيتو نخدم معكم مثلا هكا شي بياسه يعني من الاول حتى الاخر من ا حتى زد ممكن ان شاء الله جلابه اولا شي قفطان يعني من كيفاش كنفتحوا نص الطوق كيفاش كنبداو نسطوق وكيفاش كنديرو يعني الملاقيه ديال القدام والملاقيه ديال الجناب ملاقيه ديال الكمايم كذلك كيفاش ندرسو العنق ندرسو الكمايم اي حاجه ان شاء الله غادي نخدمها معكم. غتخليو لي في التعليق اي حاجه بغيتوها وان شاء الله غادي نخدمها معكم. اي أيوة والله يقدرنا على فعل الخير يا ربي. وكنتمنى الفيديو ديالي ما يكونش ممل يعني ما يكونش طولت عليكم في الهضره وكثرت عليكم. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي راه بنفس الطريقه هذه اللي خدمناها هنايا غنعاودو نكملو بها هذه الجهه هذه وانا غادي حتى غادي نسالي الخدمه ديالي. وهانتوما شوفوا معايا هذا الدرس كيفاش كيجينا يلا ديجا وريتكم الفيديو في الاول هانتوما راه كيجينا غزال نحاول نلحق على يدي شوفوا راه كيجي زوين كيجي غزال ان شاء الله غادي نجربوه. نتمنى يعني الخدمه ديالي تكون عجباتكم
شكرا لكم كل مره على التتبع ديالكم، ان شاء الله ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، خليوا لي شي تعليق كيف ما كان، اي خدمه بغيتوني نخدمها معكم كيف ما كانت نتوما غير خليوا لي تعليق، وان شاء الله غادي نحاول نخدمها معكم. وعاوتاني المعلومات اللي كيتفرجوا فيا انا راه كنقولها لكم ونعاود نقولها، انا ماشي معلمه ديال راندا، فقط انا كنتعلم حتى انا بحالي بحال اي وحده كتعلم. بان لكم شي ديفو في الخدمه ديالي ما كاين حتى شي اشكال، خليوا لي واحد التعليق حتى انا غادي نحسن، يعني من انا حسنت انا من الخدمه ديالي، لان كنقولها لكم كل مره، يعني الشعار ديالنا هو خدمتك هي وجهك، يعني الخدمه واخا تكون خدمه يعني بثمن قليل او خدمه بثمن كثير او لا، ما كيهمش الثمن، المهم هو يعني الخدمه ديالك تكون متقونه، يعني الخدمه ديالك يعني راه ما يعني تخدمي خدمه زوينه ما تخاسركش مع الكليان، ما تخاسركش مع الناس. والحمد لله يعني بان لكم شي ديفو في الخدمه ديالي خليو ليا وقول ليا، يعني راه غلطتي ما خدمتيش هادي مزيان ولا ما درتيش هادي مزيان، ماشي هكا كتخدم هادي، ماشي اشكال، يعني انسان تيصغر عقلو ما كيتكبرش، يعني انسان ما يكونش مغرور، واي حاجه قدامه كيتعلم ليها، كيصغر عقلك كتعلم اي حاجه كيف ما كانت تكون، يعني واخا تكون صعيبه حتى تعيا كتدير فيها عقلك وكتعلم ليها. ان شاء الله كل وحده بغات تعلم راندا ربي يسهل عليها وييسر ليها امورها، ونكون فدتها في هذا الفيديو هذا. سمحوا لي يمكن كثرت عليكم الهضره، ولكن فقط هكا للشرح، يعني شرح الممل باش يعني اي وحده تفهم المحتوى او لا علاش هذا الفيديو هذا درته، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، وشكرا على حسن المتابعه، وخليت لكم الراحه وتهلاو في راسكم.